السلام عليكم، مرحبا بحب النباتات، أهلا بكم. لا ننسى أن نعرض نباتاتنا في فصل الشتاء إلى أشعة الشمس مباشرة لساعات طويلة. نحاول البحث عن مكان تصله أشعة الشمس لمدة طويلة خلال اليوم، ونغير أصوص النباتات طبعا إلى ذلك المكان حتى تتمكن النباتات من أخذ كفايتها من أشعة الشمس خلال فصل الشتاء، وتتغذى النباتات بشكل جيد وتنمو بشكل أفضل. هذا اليوم غيرت أماكن الأصوص من مكان كانت تصله بعض أشعة الشمس لساعات قليلة إلى مكان تصله أشعة الشمس لفترة أطول، وهذا أفضل. سأعرفكم على بعض الأنواع. هذا طبعا هذا نبات أو صبار دراجون فروت أو صبار فاكهة التنين، وضعته له دعامة وبدأ ينمو هكذا. نتركه بهذا الشكل ونحاول أن نوصله إلى ارتفاع لا يتجاوز المتر، طبعا أقل من متر أفضل، حتى نحصل على ثمار الدراجون فروت. سيكون فيديو إن شاء الله بعد أن نحصل على ثمار عن هذا النبات. هذه عقلة نسك الليل، طبعا هذا نبات النرجس الرائع ما شاء الله. هذه شجيرة كليمانتين يوسفي، وهذا أقحوان الجيزي إن شاء الله أصبح شجيري، وهذا نبات أبو خنجر، هذا الجيرانيوم، هذا الليمون شجيرة ليمون طبعا، أقحوان الأراولة الرائع. النباتات المزهرة تحتاج إلى شمس كافية، لذلك نحاول دائما نضع النباتات التي تزهر أو المزهرة في أماكن مشمسة تصلها أشعة الشمس لمدة طويلة خلال النهار. وهذا الهيبيسكس الرائع ما شاء الله، يعطي أزهار لمدة طويلة، طبعا خلال فترة طويلة، لكن الزهرة لا تستمر طويلا، يومين أو ثلاثة ثم تذبل، لكن يزهر مدة طويلة، كل مرة تزهر لنا زهرة جميلة. هذا هو الهيبيسكس الرائع، هناك ألوان كثيرة من هذا النوع. والجيرانيوم الملكي طبعا، وكليل الجبل كذلك من النباتات التي يجب أن نعرضها للشمس. وهذا الأماريروس سيزهر في الصيف إن شاء الله. كل هذه النباتات موضوعة فوق سطح المنزل، أخذتها كل هذا الصباح ووضعت هذه الأصوص في هذا المكان. وهذه أيضا بذور الأذريون، انبتت ما شاء الله شتلات الأذريون، سيزهر في الربيع إن شاء الله، قوان رائع. هذه أيضا نبتة الجازانيا، يجب أن نضعها في مكان مشمس حتى تزهر خلال الربيع. نباتات تحتاج إلى شمس أو إلى ساعات طويلة من أشعة الشمس. نضع الجازانيا أيضا هنا. هذه أيضا بذور منبتة لنبات البراش أو يسمى بخبز النحل، ذو أزهار زرقاء، نبات رائح بري، جمعت بذوره ونمى هنا إن شاء الله، زرعتها في هذا الأصيص. هكذا نضع النباتات في مكان مشمس وتصله الشمس لساعات طويلة خلال النهار. نختار المكان المناسب لتستفيد النباتات من هذه أشعة الشمس خلال فصل الشتاء وتنمو بشكل أفضل. بهذه الطريقة البسيطة يمكننا أن نحافظ على نباتاتنا خلال فصل الشتاء. أشكركم على المشاهدة.
وإلى اللقاء.